النائب المرتضى سالم الطفيل. 4 دقائق ونصف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. شكرا جزيلا سيد الرئيس، رحب معي الوزير والسادة الوزراء. أولا نبدأ بتذكير معاناة إخوتنا في غزة، المسلمين المستضعفين اللي من 11 شهر وما يتعرضوا لإبادة جماعية، وصل عدد الشهداء فيهم 40,000 وجرحى 500,000. ونضم صوتي لك اللي قالوا الرؤساء، الرئيس محمد طالبنا والرئيس النواب الموقرين صالح والحننا والنائب الموقر الخليل النحوي. سيد الوزير الأول، أنا لنبدأ مداخلتي بقصة أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن فاطمة زوج الخليفة عمر بن عبد العزيز سألته عن سر بكائه مرة، فقال لها: تقلدت عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الدائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والقريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن أخصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومتي، فرحمت نفسي فبكيت. هذا هو حال الشعب الموريتاني معاكم، معالي الوزير الأول سادة الوزراء. سيد الوزير الأول، أنا نختار نسول عن اللي طرى شنه من 1990 اللي الشعب الموريتاني تقدم له السياسات العامة للحكومة وتقدم له البرامج والميزانيات توكر كل سنة والقروض المديونية لاحقة اللي قادة تلحق من الجديد. الواقع رأي قاله النواب كاملين، موريتان عطشانة، نواكشوط عطشان، نواذيبو عطشان، التعليم خاسر، الصحة ما هي خارقة، شركة الكهرباء فارسة ما هي خارقة ومقطوعة. معالي الوزير الأول، من الجديد اللي يتقدمه للشعب الموريتاني؟ معالي الوزير الأول، ذكرتم 13 مشروع متعثر أنا اللي توفى، وأنا المعلومات اللي عندي عن فيه 100 مشروع، ميزانية كل واحد من أزيلها 100 مليون متعثرة ومتأخرة بسبب الفساد المحسوس والفساد الملموس، الفساد اللي بلا مفسدين، الفساد اللي عدلوا العفاريت والتماسيح واللي ما يحاكموا عليه ولا يعاقبوا عليه ولا يسولوا عليه، الفساد اللي نحن اليوم نشوفه مفسدين ثبت عليهم الفساد وما زالوا يخلصوا ميزانية الدولة ويعينوا إذا كان تفتح المرابين أخرى يخلصوا بها اللي لفوا ميزانية الدولة، الفساد اللي تقاري محكمة الحسابات ما تؤخذ لأن شيء متعطلة ولا يترتب عليه شيء، وفتشية العامة للدولة تقاريها ما تؤخذ ولا يترتب عليه شيء. معالي الوزير الأول، أين بقية المشاريع ومتى ستنتهي اللي ذكرت منها 14؟ جسر الحي الساكن ودشنا 2021 متوا 24 شهر والى الان ما فاتوا فوق. مصنع البن تم الحديث عنه 2011 ودشنا 2016 والى الان ستهم اعاده صناعته مع الفساد اللي خلق فيه واللي ما حس فيه حد ولا يسول فيه حد. انا هون اسول عن الشباب واموريه الشباب وتمكين الشباب ومندوبيه لتمكين الشباب، ولنعطي بعض الارقام البسيطه رقم عن الارقام الرسميه ما هي موجوده عن مستوى انتشار البطاله. الوزير الاول، من دراكانكم عالم في تبيض طبيب مقيم اللي مرت الشر مضربين الاطباب محتاجتهم بسبب ظروفهم، بسبب الظروف اللي يشتغلوا فيها صعبه والعائد اللي يجبره ضعيف وقيام التامين الصحي. من درا معالي الوزير كانكم تعرفوا عن فيه 400 طبيب عام عاطل عن العمل، للدوله شقلتهم وللقطاع الخاص معدله لحاله قاعد يشغلهم بها. من دراكانكم عالمين عن فيه 200 من الاخصائيين التخصصات المتميزه والمطلوبه، للدوله شغلتهم وللقطاع الخاص معدل حيله وللعيادات معدل حيله قاعد يشغلهم بها شغله مضبوطه. من دراكانكم عالمين بألف ممرض من الممرضين الاحرار اللي تكونوا على حساب انفسهم وحساب اهلهم ومنظومتنا الصحيه وضعيه ثانيه عرفوها، للدوله شغلتهم وللقطاع الخاص معدل حيله قاعد يشغلهم بها. من دراكانكم عالمين ومن دراكانكم عالمين. معالي الوزير الاول، مئات الدكاترة اللي عاطلين عن العمل واللي مؤسسات التعليم العالي محتاجتهم واللي قائم عليهم بالتعاون، مسابقة التكوين التعليم العالي الأخيرة ل 100 وحدة لها سنة وهي ما زالت في المرحلة الأولى. معالي الوزير الأول، إلى قالوا لكم سيروا فنحن وراءكم نبقيكم تعودوا ذاكرة للوراء وتتذكروا كم الناس قالت له وشنو كان مصيره ونقز عن الوزارة ومشى عنها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.